مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أصدرت وكالة مودوس التي ترعى فرقة الفتيات تريبلز تحديدا أنه سيتم التعامل مع أصحاب التعليقات المسيئة الذين يستهدفون عضو تريبلز بالهجمات والإهانات وفقا لذلك. بيان الوكالة في 7 مارس بتوقيت كوريا الكامل هو كما يلي: مرحبا، هذه مودوس للترفيه. في الآونة الأخيرة رفعنا دعوى قضائية ضد مستخدمي الأنترنت الذين اعتادوا نشر تعليقات مهينة ومضايقات جن حول فنانين ينتمون إلى وكالتنا عبر الأنترنت. وقد اتهم هؤلاء الأفراد بانتهاك قوانين مثل القانون الخاص بشأن جرائم العنف الجن وقانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات والتشهير. لا يعاني فنانين فحسب من أضرار نفسية بل أيضا عائلاتهم. سندين الأشخاص الذين تسببوا بهذه الأعمال الإجرامية ونتعهد بالرد بفعالية على التشهير والشتائم والتحجن ونشر المعلومات الكاذبة والافتراءات لضمان عدم تعرض فناني وكالتنا وأي ضحايا في المستقبل للأذى. كما أننا ندير نظام مراقبة مستمر لحماية حقوق فناني وكالتنا، ونخطط أيضا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة ضد أي حالات ضرر إضافية. نشكر المعجبين الذين يظهرون الاهتمام والحب والدعم تجاه فناني وكالتنا، ونعدهم بمواصلة حماية حقوق فنانين دون تغيير. شكرا لكم. الجدير بالذكر، ستصدر فرقة تريبلز أول ألبوم لها يضم 24 عضو في وقت ما في شهر مايو. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.